وعن آخر أخبار المالي والأعمال من نشرة التاسعة. والتفاصيل مع ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا إلهام، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورقة سياسات جديدة ضمن سلسلة رؤى على طريق التنمية بعنوان توطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، الفرص والتحديات والتوصيات، وذلك بهدف تقديم فهم شامل لفرص وتحديات توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر. وأوضح مركز المعلومات أن مصر تتصدر الريادة عربيا من حيث عدد المشروعات المرتبطة بإنتاج واستخدام الهيدروجين، حيث توجد حاليا 9 مشروعات للهيدروجين في مصر، منها 5 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروع واحد لإنتاج الأمونيا الخضراء ومشروعان لإنتاج الهيدروجين الأزرق ومشروع واحد لإنتاج الأمونيا الزرقاء. أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن الوزارة بصدد صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية تتركز على توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة وكذلك حوافز جغرافية وقطاعية بالإضافة إلى سياسة صناعية واضحة. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائبة غادة علي، والذي تناول خطة عمل الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة. وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الاستراتيجية الجديدة سيتم طرحها للحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف والجهات ذات الصلة وبمشاركة أكاديميين واستشاريين متخصصين من القطاع الصناعي. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب مع الرئيس التنفيذي لشركة سان جوبان العالمية لمنطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط هادي نصيف، بحث خطة توسيعات الشركة الاستثمارية في السوق المصرية للبدء في تنفيذها من خلال إنشاء مصنعين للزجاج المسطح والجبس ومواد البناء بتكنولوجيا متطورة، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة. وخلال اللقاء أكد عبد الوهاب حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة بهدف تنفيذ توسعات استثمارية من خلال إنهاء كافة الإجراءات في أقصر وقت ممكن، وأشار إلى أن الحكومة تولي أولوية قصوى للتصنيع ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة والعمل على زيادة التصدير. نتحول إلى أسواق المال، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات آخر جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين الأفراد المصريين، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية نحو البيع بهدف جني الأرباح لتسوية مراكزها المالية. وقد بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة مستوى 702 مليار ونصف المليار جنيه عند الإغلاق، بمكاسب قدرها 1.4 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 10232 نقطة، وأغلق عند 10265 نقطة، مرتفعا بنسبة 32%. كذلك ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي فتح عند 2262 نقطة، وأغلق عند 2274 نقطة، مرتفعا بنسبة 51%. الارتفاعات امتدت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي فتح عند 3239 نقطة وأغلق عند 3256 نقطة، ليرتفع بذلك بنسبة 52%. أكدت وزارة التجارة الصينية أن قرار الولايات المتحدة مواصلة فرض تعريفات إضافية على البضائع الصينية وسط تصاعد التضخم يتسبب في المزيد من الخسائر للشركات الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين أيضا. وقالت المتحدثة باسم الوزارة في مؤتمر صحفي إنه لطالما اعتقدت الصين أن تدابير الفصل رقم 301 الأمريكية لا تعود بالنفع على الولايات المتحدة أو الصين أو العالم. وتدابير الفصل رقم 301 الأمريكية
الأمريكية هي جزء من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، وتمنح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة مجموعة من الصلاحيات بهدف إجراء تحقيقات وتبني تدابير لفرض الحقوق الأمريكية التي تنص عليها الاتفاقيات التجارية، وكذلك الرد على أي ممارسات تجارية أمريكية. نهاية أخبار الاقتصاد.